عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده احنا في اسواق الخير في العجور عند ابو جابر، هنعرف مع بعض اسعار السمك النهارده. النهارده الجمعه، فمعانا زي ما انتم شايفين قدامكم السمك طازه البلطي، وده بوري كمان صغير وكبير اهو. وسط الاسعار ايه؟ البلطي البولت ده الكيلو ب60، والبوري طب بكام؟ البوري ده 140. البوري الكبير 140 وده ب100، ده ب80 اهو، وده ب100، ده 140. 140 والبولت الصغير ده الوسط ما شاء الله ما شاء الله جميل جدا. عايزه برضه اشوف اللي في بولت برضه حجم كبير اهو، بسم الله ما شاء الله. الكيلو بكام ده يا عم ابو جابر؟ لا ده بكام الكبير؟ البولت الكبير ب 70 ما شاء الله. والجمبري برضو وسط، الكيلو بكام ده الجمبري؟ 210 و 250. 210 و 250 ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله. وهنا الماكريل برضو ب 115 اهو، ده الماكريل 115، وكمان المكرونه ب 90. السمك ده اسمه ايه؟ تونة. وده سمك التونة بكام الكيلو؟ التونة ده ب 80؟ لا 60 بس. 60 كمان ما شاء الله. الاسعار جميله جدا هنا يا جماعه عند ابو جابر في اسواق الخير. كل سنه وانتم طيبين.